في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل عمليات النسخ المعتادة اللي بتتم في جميع البرامج. النهاردة هناخد مجموعة اخرى من عمليات النسخ. طبعا اكسل بيسمح لنا ان احنا نحط في كل خلية مجموعة كبيرة من المعلومات والتنسيقات والتعليق وحاجات كتيرة، تفاصيل كتيرة خاصة بكل خلية، وده اللي بيخلي اكسل يسمح لنا ايضا ان احنا يبقى عندنا اشكال مختلفة لعمليات النسخ. هذه الاشكال المختلفة للنسخ بتسمح لنا ان احنا ننسخ حاجات ونسيب حاجات ما تبقاش طبق الاصل في الخلايا الجديدة اللي هننسخ ليها محتويات الخلايا القديمة. هذه الوظائف بنسميها النسخ الخاص. لما بتنسخ خلية او مجموعة خلايا وتنتقل للمكان اللي هتنسخ اليه وتعمل رايت كليك، هتلاقي فيه اختيار اسمه paste options او خيارات اللصق. طبعا الاختيار ده ما هواش اختيار قابل للاختيار زي copy وcut وهكذا، لكنه تحتيه مجموعة من الازرار اللي كل زرار فيهم بيأدي وظيفة من الوظائف اللي هناخدها دلوقتي. اول اختيار هو paste، وده بيسمح لنا ان احنا ننسخ عادي بالطريقة المعتادة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. تاني اختيار او تاني زرار هو values او قيم، وده بيسمح لك ان انت تنسخ فقط القيم من الخلايا الاصلية. يعني معنى كده ان التنسيقات مش هتنسخ، التعليقات مش هتنسخ، واهم حاجة المعادلات لن تنسخ. يعني هنا احنا لو وقفنا في هذه الخلية، في هنا معادلة، لما بنقف في الفورمولا بار بنشوف المعادلة. لو وقفنا على الخلية المنسوخة هنلاقي ما نقلش المعادلة، ولكن نقل القيمة الناتجة عن المعادلة، وهذا هو الاختلاف الاساسي لما بنختار زرار values او طريقة النسخ values او قيم. الاختيار اللي بعد كده هو اختيار formulas او صيغ، وده اختيار شبه الاختيار اللي فات في حاجات كتيرة، لكنه عكس الاختيار السابق فقط في مسألة الابقاء على المعادلات. ايضا لن ينسخ كل شيء في الخلية مثل التنسيقات وخلافه، ولكنه سينسخ القيم والمعادلات، وهذا هو الاختلاف الرئيسي بينه وبين الاختيار values او قيم. الاختيار التالي هو transpose. ترانسبوز بيعمل وظيفة مهمة جدا وبسيطة، وهو ان بينقل الجدول الرأسي يخليه أفقي، او الأفقي يخليه رأسي. يعني احنا هنا الجدول معمول بشكل رأسي، حول نفس الجدول الى جدول أفقي. لو نسخنا الجدول الأفقي وروحنا في مكان تاني وعملنا ترانسبوز، هنلاقي ان اكسل حول الجدول الى جدول رأسي مرة تانية. طبعا القيم دي بتظهر لما بنوسع الخلية زي ما قلنا قبل كده، ان اكسل لا يسمح بان الارقام يظهر بعضها ويختفي بعضها، فاذا كان في رقم الخلية مش واسعة كفاية له بيخفي الرقم تماما وبيحط علامة الهاشتاج دي علشان خاطر ننتبه ان هنا الخلية مش سايعة القيمة اللي موجودة في الخلية. الاختيار التالي في خيارات اللصق هو فورماتنج او تنسيق، والاختيار ده بينسخ فقط التنسيق من الخلايا المنسوخة الى الخلايا الجديدة. انا عندي في الاساس بيانات موجودة بدون تنسيق او بتنسيق مختلف، لما احب اخلي الخلايا دي شكلها او تنسيقها زي الخلايا اللي في النطاق اللي بنسخ منه بعمل نسخ، وبعدين اروح هنا من الاختيارات اختار فورماتنج او تنسيق، بيتحول تنسيق الخلايا التي نسخت اليها مثل تنسيق الخلايا التي نسخت منها مع الابقاء على المعلومات اللي كانت موجودة في الخلايا التي نسخنا اليها كما هي. يبقى هنا نسخت التنسيق بس وما نسختش حاجة تانية معاه. الاختيار الاخير في هذه المجموعة هو paste link او لصق ارتباط، وفي الحقيقة هلاقي ان هو نسخ لي نسخة كاملة من بيانات النطاق الاصلي، ولكن هلاحظ لما اقف في اي خلية ان محتويات هذه الخلية في الفورمولا بار هي عبارة عن عنوان الخلية الاصلية المشابهة ليها. يعني هنا مكتوب B2 يساوي B2، يعني معناها انا نسخت محتويات الخلية B2 هنا، هنا نسخت محتويات الخلية B3، هنا نسخت محتويات الخلية B4 وهكذا، بحيث ان اصبحت هذه الخلايا
تابعه تماما للخلايا اللي فوق، بحيث ان انا لو الخلايا اللي فوق بحيث ان انا لو الخلايا اللي فوق رحت غيرت فيها اي شيء سيتغير مباشره في الخلايا المنسوخ اليها، لانها اصبحت تابعه لها فقط ليس الا. كل خليه في النطاق اللي نسخت اليه موجود فيها فقط عنوان الخليه اللي انا نسخت منها، علشان محتويات الخليه اللي نسخت منها تنتقل كلما تغيرت لهذا النطاق الجديد. هنكتفي دلوقتي بالمجموعه دي من اشكال اللصق الخاص، وباذن الله الفيديو اللي جاي نكملها معاكم. اشكركم والقاكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.